السلام عليكم سلطة التحشيد والتجنيد هذا هو عنوان التوجه الحوثي الجديد بعد ان استكملت الميليشيا دواعي النكف في المرتفعات المسلحة اتجهت هذه المرة صوب تعز التي وجهت اليها جحافل المجندين منذ الانقلاب والاجتياح وحينما قرر المرسوم الحوثي فتح أبواب التجنيد، أرسل إلى تعز عبد الجندي كمبعوث ينفذ توجيهات الميليشيا وحاكمها الأعلى، الذي يصدر أوامره من الكهف ويتلقفها الجندي بكل حماس. الجباية إذا والتجنيد هذه هي الثنائية التي رددها مبعوث الميليشيا إلى تعز وهو يهدد بإقالة مدراء النواحي في المناطق التابعة لسيطرة ميليشيا الحوثي ما لم يحشدوا مجندين جدد لمعركتهم ضد أبناء محافظته ميليشيا الحوثي وتحويل السلطة المحلية إلى سلطة تحشيد وتجنيد تدخل منحا خطير يمس كل ما تبقى من سلم أهلي واجتماعي حين يتم تجنيد اليمنيين لشن, لشن حروب ضد بعضهم باستخدام الوظيفة العامة كأداة ضغط المساء اليمني يناقش توجه الميليشيا نحو التجنيد والتحشيد في تعز ويبحث في التوجه نحو التجنيد الإجباري في المديريات ودلالة, ودلالة توقيته في هذه المرحلة وتحويل عبد الجند المرسوم الحوثي إلى نزول ميداني لحشد المقاتلين من المديريات ولم لماذا اتجهت الميليشيا في هذا التوقيت للتجنيد من تعز ودلالة التجنيد الإجباري للأطفال ومخاطره المستقبلية على السلم الأهلي والوئام الاجتماعي هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيفين عبر الأقمار الصناعية المحامي حمود الذيب مدير مركز أو رئيس المركز الإنساني للحقوق والتنمية سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز وسينضم معه ضيوف آخرون تباعا بداية مرحبا بك أستاذ حمود اهلا وسهلا استاذ اسوان اهلا بك استاذ حمود اذا قبل ان نبدا في هذا النقاش سنذهب واياك والاعزاء المشاهدين الى هذا التقرير للزميل محمد المقبلي ومن ثم نعود للبدء بالنقاش جلس تحت الشجرة كمندوب للموت يحث على التجنيد والتحشيد إنه عبد الجندي الذي لعب دور مسؤول الدعاية للنظام السابق أيام ثورة الشباب حينما كان يقول إن دماء الشباب الزكية التي سفكت في الساحات فيمتو التجنيد الكلمة التي رددها الجندي مرات عديدة نبرة صوته المعهودة وحيث حط هذه المرة رحالة في تعز التي شبعت موتا برصاص الميليشيا ويسعى لاستدراج من تبقى من أبنائها تحت سيطرة الميليشيا للتجنيد والتحشيد التجنيد مقياس أساسي لصلاحية المدير أو عدم صلاحية مش تجنيد. هل انتم قادرين؟ الذي مش قادر يقدم استقالته. التجنيد مقياس اساسي لصلاحيه المدير او عدم صلاحيته بحسب الجندي، والتلويح بالاستقالات مقابل كل مدير مديريه لا يقدم مجندين، وهي ذاتها السلطه الخدميه التي يراد تحويلها الى مراكز للدفع بالمزيد من المجندين الى محرقه لا تبقي ولا تذر، وبحسب مصادر ميدانيه في المناطق المسيطر عليها من قبل الميليشيا الحوثيه، يقوم عبد الجندي وطل العقلان في مهمة سلالية لتجنيد مقاتلين من أبناء تعز في صفوف ميليشيا الحوثي كان الجندي يتوعد ويهدد مدراء المديريات الواقعة تحت سطوة الإنقلابيين وكانت الردود جميعها تقول لا أحد قابل يتجند مع الحوثي التوجه نحو التجنيد الإجباري في المديريات ودلالة توقيته في هذه المرحلة يعكس من الناحية العسكرية الانهيارات المتتالية التي تعيشها الميليشيا ومحاولة تعويض الخسائر البشرية في ساحات المعركة، من الناحية الأخلاقية يزيح الستار عن المزيد من الانكشافات التي تتورط فيها الميليشيا، خصوصا في قاع المجتمع وهي تحاول وضع المزيد من الجروح الأهلية المفتوحة، خاصة التجنيد الإجباري للأطفال ومخاطره المستقبلية على السلم الأهلي والوئام الاجتماعي. وبحسب متابعين، فإن تعز تواجه حملات تجنيد وجباية أموال من قبل أدوات ميليشيا الحوثي. انتقلت من مربع المساهمة في الانتهاكات والجرائم التي تتم بحق تعز إلى الاشتراك المباشر في تحشيد من تبقى من أبناء المدينة في مناطق سيطرة الميليشيا لقتال أبناء تعز في المناطق المحررة. نعم استاذ حمود جاء في التقرير ربما حديث عن الابعاد الاخلاقيه لمثل هذا النوع من التحشيد ضد المدنيين وبالقوه كيف تقرا انت استاذ حمود هذا التسريب من الناحيه القانونيه اولا مساء الخير اختي الكريمه عليك وعلى ضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام جميعا موضوع التحشيد اليوم من الناحيه القانونيه في الحقيقه لو نظرنا اليه من منظور قانوني اصلا التحشيد او من يقوم بالتحشيد اساسا سواء عبد الجندي او جماعه الحوثيهم اصلا لا يوجد لهم سند قانوني كونهم يعتبروا جماعه انقلابيه انقلبت على الدولة وتمردت على الدستور والقانون وعمدت إلى تغيير المؤسسات الحكومية وتعطيلها وتحويل حياة المواطنين إلى جحيم لا يوجد لهم شرعية في التحشيد قانونا مما نحن ندركه قانونا أن الحشد أو الدعوة إلى احتشاد آه الشعب في يوم ما في حالة وجود كوارث لا تكون إلا من حق رئيس الجمهورية أما أن آه آه هذه الدعوة من ناحية القانونية أولا أنهم ليس لهم صفة ثانيا أنهم يعدوا يعد جانب من جانب حقوقي وقانوني تحريض واضح على المدنيين وقتلهم آه إذ أنه ليس بجديد اليوم ما يقوم به عبد الجندي وأمثاله آه كونه من سوء حظ أعتقد من سوء حظه أنه سيكرر الجرائم التي ارتكبها في عام 2011 في حقبنا تعز أراد اليوم أن يكون الورقة الأخيرة التي يضعها الحوثيين عبر عبد الجندي كشماعة ليعيد الكرة ويحاول مرة أخرى أن يحقق بحسب مزاعمهم أو بحسب ما يتهيأ لهم ما أنكسروا به في تعز أعتقد أن هذا التحشيد اليوم من الناحية القانونية يعد جرائم في حق أبناء تعز وفي حق أبناء الطفولة سواء من يجندوهم اليوم ويعني وهم في سن الطفولة أو من يزقوهم إلى المعارك والمحرقة في حرب خاسرة نعم استاذ حمود يعني يعني بوصفك ناشط حقوقي وقانوني ولديك منظمه ايضا بهذا الشان ما هي الاحصائيات التي لديكم فيما يتعلق بجريمه التجنيد وتجنيد الاطفال بشكل بشكل خاص الاحصائيات الاحصائيات كثيره جدا في لو نظرنا الى هناك تقارير تابعه للمنظمات الدوليه تقارير عديده يعني اوجزت في في بعض في بعض الارقام او توصلت الى بعض الارقام الطفيفه في حق الجرائم التي ترتكب بحق الاطفال. آه الاحصائيات آه هناك يعني ما يزيد عن ألف مختطف على مستوى الجمهوريه آه كان في مقدمتهم يعني محافظه الذمار آه والمحويت وحقه وعمران آه في المحافظات التي ربما يخيّم عليها الجهل ويقل فيها الجانب التعليمي مما يجعل جماعة الحوثي يعني اوغلت في هذا الجانب وتكاثرت وازدادت الاعداد في في التجنيد للاطفال استغلالا للوضع الاقتصادي اليوم الذي تمر به البلاد واستغلالا يعني ضعف التعليم في المنافي كثير من المناطق التي قد تعمد التجهيل فيها من أيام الإمام وخلال النظام السابق وإلى اليوم ما ساعد جماعة الحوثي على انتشال واستدراج الكثير من الأطفال وقتل الطفولة في وأدها بإما يعني عن طريق قتلهم للأطفال والنساء في المحافظات وإما بزج يعني بالأطفال إلى المعركة الخاسرة في الجبهات تحت مبرر أنهم يأخذونهم للتدريب والتأهيل أو بعضهم كانوا يحاولون كما تفيد التقارير أن يضعوا بين أيدي أولياء الأمور أمور أنهم لا يستخدمون الأطفال إلا من جانب لوجستي مثل أن يشرفوا على النقاط أمنية أو غيرها ثم بعد ذلك يزقون الى المعارك بغرض يعني تكثير اعدادهم واليوم الاعداد كل يوم تتزايد الا انه خلال 2018 اعتقد انه اليوم هناك خفة ربما ادركت القبائل ادرك الاباء ادرك المجتمع خطورة يعني الزق بابنائهم فبدأوا يعني يعرضون عن مثل هذه تداعيات او النداءات او الدعوات الحشود من قبل الحوثيين اعتقد خف خف هذا الامر في جانب الاطفال لكننا اليوم يعاودون في تعز من خلال عبد القندي ومن خلال يعني السلطه المحليه التي تسمي نفسها سلطه محليه وهي سلطه انقلابيه نعم لا مبرر لها ولا ولا صحه لها قانونا كونها انقلبت على الدستور القانون نعم استاذ استاذ حمود يعني برأيك إلى أي درجة يعني أثر استمرار لغة التحريض والتحشيد والتجنيد على محافظة تعز تحديدًا وهي المنطقة يعني الأكثر سخونة ربما على المستوى العسكري والأكثر تضررًا من هذه الدعوات التحريضية للقتال وربما نحن نشاهد يوميًا الضحايا يتساقطون في تعز أكثر من أي منطقة أخرى إلى أي مدى تتضرر تعز بدرجة رئيسية من هذا النوع من الخطابات والممارسات أيضًا؟ يا اختي الكريمه يا اختي الكريمه تعز تحت وطأة الحرب لثلاث سنوات متتاليه تعز اليوم ذهبت معظم نسائها في يعني ضحايا القتل والتحريض الغير مبرر تعز اليوم تقتل الطفوله في تعز في وادها تعز اليوم تعيش الامرين تعز محاصره نريد منكم ان تنقلوا هذه ان ان تنقلوا الصوره عبر قناتكم الموقره قناه بلقيس آه ويا حبذا لو يكون هناك ندوه آه موسعه تناقش قضيه الحصار في تعز يا اختي الكريمه اليوم بين بين ابناء المدينه والحوبان يعني ما يقرب من 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 يعني 200 300 متر وبينهم وبين مفرق شرعب ما يقرب من 300 متر آه لكن الطرق اصبحت بعيده ووعره يتنقلون ذهابا وايابا على الاقروض وعلى سامع على جبال شاهقه تعز اليوم تشكل الحصار. من لم يموتون من ابناء تعز في قضيه القصف والقذائف يموتون بنقص المستلزمات الطبيه وبسبب الفشل الكلوي يعني لانقطاع المستلزمات الطبيه ويعني خراب او عدم فاعليه المؤسسات الـ 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 الوحدات الصحية كالمستشفيات أختي الكريمة تعز اليوم تئن من الجراح تعز يعني أكثر محافظة يقطن فيها المعاقين من الأطفال من لم يكن معاقا أصبح بحالة نفسية يرثى لها اليوم الحالة النفسية لأطفال تعز حرموا من التعليم يعني القذائف صباح ومساء اليوم انا اعتقد انه عبد الجندي ربما لم يدرك ولم يعلم ما هي احصائيه النساء اللاتي قتلنا بقذائف وقصف مليشيه الحوثي وجماعه الحوثي عبد الجندي اليوم ربما لا يدرك النساء التي اللاتي قتلنا وكان اخرهن الناشطه الحقوقيه عضو الفريق اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ريهان بدر في الاسبوع الماضي عبد يريد اليوم ان ينتصر على نساء تعز واطفال تعز ليعوضوا ما 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 يتكبدونه في الجبهات القتاليه اليوم لانه اصبحت تعز عصيه وابيه على كل متمرد نحن نعم نعم نتكلم ونراقب والآن والآن جديد حقوقي استاذ حقوقي نعم استاذ حمود الان الخطاب يعني تطور نعم باتجاه التحشيد ضد تعز تحديدا خاصه نحن راينا هذا التسريب من داخل مناطق او مديريات تابعه لمحافظه تعز ومن شخصية ايضا محسوبه على على تعز وهذه المره نجدهم يستخدمون الوظيفه العامه وادوات الدوله ايضا لمزيد من الضغط على ابناء هذه المديريات لقتل ابناء تعز من الناحيه القانونيه كيف يعني تعلق على هذا الامر استخدام الوظيفه العامه لابتزاز موظفي دوله باتجاه التحشيد والتجنيد وقتل اخوتهم يعني من ابناء محافظتهم ايضا. من الناحيه القانونيه استاذه من الناحيه القانونيه يعتبر استخدام الوظيفه العامه يعتبر اولا انه تحت مسمى قانون الاجراءات قانون الجرائم والعقوبات يسمى ضمن المسميات يسمى العدو العدو هو اما دوله اجنبيه او جماعه او عصابه متمردة عن شرعيه او حكومه شرعيه هذه واحده ايضا تعد من خلال مسميات القانون الفتنه تعد ان تاتي الفتنه في ظل وجود شرعيه واضحه وتاتي الفتنه من جماعه ليس لها اي صفه ولا تمس للقانون بصفة هذا واحدة الأمر الثاني أن استخدام الوظيفة العامة والتحريض يقرم القانون القانون سواء القانون العقوبات في الجانب في الجانب العسكري او القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان واتفاقيه الطفل وكل الاتفاقيات يعني تعتبر يعني تنص على حمايه الطفل وتجريم من يعني يمس بحق الطفل كذلك يعد من الوظيفه العامه اليوم تعتبر جريمه من جرائم الحرب يعاقب عليها القانون وهؤلاء جميعا سيحالون الى التحقيق باذن الله سبحانه وتعالى لان الجرائم اليوم التي سترتكب في المستقبل انا في من جانب قانوني وحقوقي كحقوق الانسان في حق المدنيين ستكون هذه العناصر وهؤلاء جميعاً ماذا يريدون من تعز؟ لماذا يقتلون أبناء تعز؟ ما الهدف من هذه الحرب؟ ما الهدف من هذا التحشيد؟ لماذا هذا التحشيد؟ هذه كلها جرائم يعاقب عليها القانون وكل واحد سينال جزاؤه في المستقبل إن شاء الله عاجلاً أم آجلاً نعم. كوننا جميعاً نثق بأن القانون هو الحكم و... يعني الفاصل بيننا وبينهم. نعم استاذ اذا هي جرائم يعاقب عليها القانون والقانون الدولي ايضا الانساني هي جرائم حرب على اي حال تنضم الينا الان في هذا النقاش الاستاذه نجلاء نعمان وهي كاتبه وناشطه سياسيه تنضم معنا الان عبر الهاتف من كندا، مرحبا بك استاذه نجلاء. اهلا بك استاذه اسماء. حياك الله استاذه بد يعني لابد انك تابعتي التسريب الاخير لعبد الكندي في مديريه شرعب وهو يحرض ويحشد للتجنيد لقتل اليمنيين وايضا يهدد باستخدام الوظيفه العامه للضغط على اعيان المنطقه لمزيد من التحشيد كيف تنظر الى هذه الحاله من الناحيه السياسيه اولا شكرا لك استاذه اسوان على المزاري. هذه الاستضافه وتحيه لك ولضيوفك ولكل مشاهديك الكرام وحتى يستفيد الجميع من وقت البرنامج سأدخل مباشرة إلى الحديث وأقول أن موضوع التجنيد ليس, بال يعني ليس بالشيء الجديد الأمر ماضي على قدم وساق من بداية الحرب لكنه شهد في الآونة الأخيرة توسع وانتشار كبيرين طبعا السبب هو حاجة الحوثي إلى دعم سند جبهاته المستنزفة بعد... بعد أن نجح جيشنا الوطني في تقطيع أوصاله أوصال الحوثي في أكثر من جبهة جبهة الجوف الساحل الغربي البيضاء تعز مأرب الصل يعني كان من الطبيعي أن الرجل يبحث عن مقاتلين جدد عملية زج يزج بهم لأتون الموت على أساس أنه يتم يعني يمد في عمر معركته بالنسبة لي أعتقد أن الحوثي استنزف مقاتلي واستنزف خياراته جميعها في هذه الحرب والسبب يعني كما نلاحظ أنه في ظل الانتصارات الأخيرة التي تم تحقيقها من لجيشنا الوطني اللي بدورها كمان تحمل مؤشرات حقيقية على قرب زوال الحوثي ومشروعه الكهنوتي وبالتالي زوال الهاشميه السياسيه هذا منظوري له نعم استاذ نقله ايضا يعني ظهور ربما لاحظتي ايضا ظهور طلال عقلان الى جانب عبد الجندي في في ذلك المشهد وهما شخصيتان من تعز وايضا شخصيتان محسوبه يعني محسوبان ايضا على التوجه اليساري في في اليمن برايك ما هي دلاله استخدام مثل هذه الشخصيات من قبل زعيم الميليشيا في معارك يعني من هذا النوع في استخدام هذا النوع من الشخصيات ضد ابناء تعز تحديدا وهما محسوبان على تعز وعلى توجه معين منها تحديدا. بدايه عبد الجندي لا يعتبر اول خائن من ابناء تعز، هذه حقيقه. تعريج على هذا الموضوع الذي هي انه الجندي يعتبر احد وكلاء المشروع الطائفي الكهنوتي في تعز. ويعني وما اقدم عليها اليوم من نوع من التهديد يعني اما الدعوه الى التجنيد او الاستقاله من مناصبهم هذا كمان مؤشر اخر انه عمليه الاستنزاف في صفوف القوات الحوثيه في تعز يعني كبيره جدا يمكن ما يمكن يعني نستقل الامر بس حقيقه ان ان عمليه الاستنزاف في صفوف الحوثيين قائمه على قدم وساق وفي نفس الوقت يعني لاحظنا انه ثبت عزوف بعض المتعاونين او المتعاطفين من ابناء المحافظه مع هذا المشروع على على الانخراط رفضوا الانخراط في هذا في هذا الامر عمليه التجنيد بشكل فاعل فيه في نقطة سيدة الفاضلة بس يعني لفتت نظري أنه باستثناء أبو ذر الجندي معه أولاد آخرين وما سمعنا قط أن ان اي واحد من ابنائه شارك في معارك من المعارك اللي جالس الرجل يدعو ابناء الناس للمشاركة فيها وعموما يا عزيزتي خائن اخر لدي يقين كامل انه سيلقى في نهايه المطاف مصيره الذي يستحق والذي يستحق اي خائن فمن يخون افكاره القومجيه بين قوسين يخون ويخون رفاقه ثم يخون ولي نعمته من الطبيعي ان يخون محافظته ابناء جلدته وصدقيني صدقيني مجرد كائن مسخ ويعني في احسن احواله مجرد اراجوز وبهلوان جرى انتاجه في 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 دهاليز الامن التابعه للمخلوع وانا على ثقه انه سيفشل في مسعى وفشله بالتالي سيقترن بسقوط مدوي وواثقه من هذا الامر كثقتي بانتصار الجيش الوطني في الحرب التي يخوض غمارها نعم استاذه نجلاء يعني ايضا من زاويه اخري يمكن ان نقرا الامر بانه يعني معسكر الانقلاب يعني بقياده ميليشيا الحوثي الان ويعني وزعيمها الطائفي ربما تستخدم كل الادوات المتاحه بيدها بشكل ذكي يعني ربما يفهمها يعني البعض في المقابل خاصه عندما تحدث عن تلويح الميليشيا بموضوع الوظيفه العامه واستخدام كل ادوات الضغط باتجاه التحشيد والتجنيد في المقابل نجد ان اداء التحالف ربما واداء الشرعيه يبدو ضعيفا في هذا الاتجاه بل انها قدمت نموذجا سيئا فيما يتعلق بمن انضم وانحاز اليها يعني هناك يعني عسكريون وجنود ومقاتل وقاده لم يحصلوا على رواتبهم ولا يحصلوا حتى الجرحى على العلاج كيف تنظر الى هذه المفارقه العجيبه في اداء التحالف الشرعيه يا عزيزتي مو موضوع التحالف يعني اصبح او موقف التحالف اصبح جلي للجميع يعني من حاول ان ان يتعامى او يتغابى كمن يضع غربال امام الشمس وبالنسبة لموقف الشرعية ألمحت أكثر من مرة في أكثر من منشور على صفحتي في الفيسبوك الشرعية مختطفة رئيسنا تحت الإقامة الجبرية مما لا شك فيه أي قرارات تتخذ لا تتخذ باستقلالية كاملة هذا هذا الشيء يعني لا بد من التركيز عليه نعم يعني و... عفوا يعني ممكن أكون مش مرتبة أفكاري لأنه الاستضافة كانت مفاجأة مش مش مشكلة تفضلي صادقة إذا تحبي تكملي أه لا يعني بس الذي أقصده أنه موقف الشرعية وموقف أه التحالف بالأصح موقف واضح تماما يعني لا مجال لا مجال يعني لمحاولة تلبيسه أمور أخرى أو أو تغطيته واضح الأمر تماما نعم نعم استاذة نقلاء نعمان الكاتبة والناشطة السياسية كنت معنا عبر الهاتف من كندا شكرا جزيلا لك واتحول الان الى من جديد المحامي حمود الذيب هو ضيفنا من تعز استاذ حمود كيف يمكن ان الاستفادة الان من هذه الجرائم المتتالية وخاصة عندما نجد وثائق بهذا الحجم يعني معلنة ومنشورة وموثقة بالصوت والصورة كيف يمكن ان تستفيدوا منها انتم كقانونيين لادانة الميليشيا في مثل هذه الجريمه المركبه تجنيد تحريض حشد وابتزاز واستخدام الوظيفه العامه للقتل يعني مجموعه جرائم في جريمه واحده كيف يمكن ان تستفيدوا من هذا التسريب هو في الحقيقه الجرائم الان هذه جريمه تعتبر من الجرائم المشهوده والجرائم العلنيه التي ترتكب علنيا في حق ابناء تعز لابد من الإجراءات السليمة والقانونية في إعداد هذه الملفات تباعا للملفات السابقة التي قد أعدت وبالاستعانة أيضا بالتقارير هناك تقارير للمنظمات الدولية كثيرة نأمل من الشرعية ومن وزارة حقوق الإنسان أن يعني يوظفوا هذه الملفات ويكون عونا مساعدا للمنظمات المحليه حتى تستطيع ان تؤدي دورها على اكمل وجه، كون هذه الجرائم اليوم اختي الكريمه هناك جرائم كبيره وانا اطالع يعني استعدادا لما للقاء معكم. اطالع يعني القوانين المحليه والدوليه حول الانتهاكات للمدنيين سواء الطفوله او غيرها. نجد ان الامم المتحده تدين الفيدرالية العربية تدين العربي نيوز كل هذه أيضا اليونيسيف ذكرت من أنه يعني ثلث مقاتلي جماعة الحوثي من الأطفال ذكرت يعني الجرائم التي ارتكبت في حق أبناء اليمن بشكل عام وفي حق أبناء تعز بشكل خاص وبالذات أيضا الحديدة و الحديده والبيضاء والبيضه وتعز اقصد انه هذه الجرائم هي اضافه الى رصيد جماعه الحوثي ورصيد من المنتهكين الجدد اليوم الذين يظهرون على الشاشه ليس لهم مبرر سوى ان يقتلوا الاطفال والنساء هذه المواقف موثقه ويعني سنوثق كل كل الوقائع ابتداء بهذه بهذا التحشيد آه بس استاذتي الكريمة اعتقد انه احب ان, أن انوه ان ربما آه الكثير من ابناء تعز اليوم في هذه المديريات التي يعني يزورها عبد الجندي اعتقد عندي امل هكذا من ان الناس في تعز آه يعني لهم آه تركيبه غير تركيبه ابناء المحويط غير تركيبه ابناء صعده تركيبتهم ثقافيه علميه في تعز اعتقد ان هذه الدعوه دعوة الاحتشاد لن تكون مجديه بقدر ما سيكون هناك جرائم ارتكبها هؤلاء الذين يدعون اليوم لقتل يعني ابناء تعز اما الاستجابه اعتقد انها ستكون ضئيله ونحن نناشد من على قناتكم نناشد التحالف العربي والشرعيه ان نتمادي اليوم عبد القندي وخروجه وتحشيدهم على تعز هو اخلال ونقصان بحق الشرعيه ممثله بالرئيس برئيس الجمهوريه عبد الرب منصور هادي وبقياده التحالف المملكه العربيه السعوديه ان يعني ان ان هذا التمادي الذي يحصل في يعني قتل ابناء تعز هو نتيجه لتواطؤ التحالف اليوم وقصور الشرعيه في اتخاذ مواقف صارمه وحازمه سواء عبر القانون او المحاكمه ويعني تفعيل قضيه المؤسسات القانونيه بهذا الجانب وهذه الملفات بصوره واضحه وقويه بما يسر رساله الى المجتمع الدولي بشكل قوي. نعم استاذ حمود الذيب رئيس المركز الانساني لحقوق التنميه اشكرك جزيل الشكر على مداخلتك معنا في هذه الحلقه اعزائي المشاهدين نذهب الى فاصل قصير نعود بعده لاستئناف هذا النقاش. أهلا بكم اعزائي المشاهدين من جديد ينضم الينا الان في الى هذا النقاش الباحث في مجال حقوق الانسان من لندن البراء شيبان مرحبا بك براء مرحبا واهلا وسهلا فيك سوان واهلا بالمشاهدين اهلا براء يعني لا ادري اذا كنت قد تابعت التسريب الاخير لعبده الجندي في وهو مع مجموعه من اعيان منطقه مديره مديره تعز يحرض ويدعو للحشد وللقتال يعني من ابناء المديريه الى اي مدى هذا النوع من التسريبات استاذ وراء ستفيدكم أمام المحافل الدوليه في ادانه الميليشيا طبعا قبل قبل الحديث عن المحافل الدوليه الحكايه ان ان انا طبعا شاهدت شاهدت التسجيل بالكامل وهي الحاله التي يعيش فيها الكثير من القيادات اللي كانت محسوبه على الرئيس السابق علي عبد الله صالح والوضع الذي وصل له قيادات المؤتمر الشعبي العام في مثل هذه الظروف الحرجه التي تمر بها اليمن اختاروا حتى في هذه اللحظات الصعبه وحتى بعد مقتل رئيسهم او رئيس حزبهم ان ان يتحولوا الى يعني مجرد ادوات للتجنيد هي حاله اشبه بما قامت به البعض من قيادات البعث في العراق مع مع تنظيم داعش بعد ان تحولوا الى افراد يحاولوا ان يجندوا ابناء ابناء القبائل العراقيه نفس الحالة في اليمن هذه الحالة أيضا تكررت مع الأئمة السابق ويبدو أن أنه للأسف قيادات القيادات السابقة للمؤتمر لا زالت يعني تريد أن تواصل أن تطعن الجمهورية إلى آخر لحظة حتى آخر نفس لا يمكن حتى ولو في اللحظة الأخيرة أن تسترد أنفاسها وتقول نحن نحن ارتكبنا خطأ بحق اليمنيين وعلينا حتى حتى في هذه المرحلة أن نراجع نراجع أنفسنا. طبعا التسجيل كان واضح كان هناك واضح مسألة مسألة التجنيد آه واضح انه ان ان القيادات الحوثيين الان يبدو ان قيمه آه الشخص عندهم هو بما بكم مدى المجندين الذي يستطيع ان يستجلبهم آه يستجلبهم للجماعه وهؤلاء الاشخاص يعني آه يعني آه ينتقلون من كفه الى اخرى مجرد ان يتحول النظام مجرد ان يتحول تتحول القياده آه ينتقلون مباشره من آه من صف, آه من, صف آه من صف الى اخر ومن الجيد أنهم حتى في آخر لحظة لم لم يستطيعوا حتى أن ينالوا شرف الخوض مع الخيار الجمهوري إلى هذه إلى اللحظات الأخيرة. نعم برا هذا من الناحية السياسية يعني قراءتك لمن قام بهذه الدعوة لكن فيما يتعلق بالجانب الحقوقي والقانوني يعني أو لم لم تجبني فيما يتعلق بهذه الجزئية كيف يمكن الاستفادة منها في المحافل الدولية وما هو التوصيف القانوني لهذا النوع من الجرائم؟ آه طبعاً أنا من الصعب أنني في هذه أنا ما يعني من منذ أن لاحظت تابعت التسجيل إلى الآن لا لم أستطع أن أنا أراجع كيف توصيفها من ناحية القانونية إذا أردت إجابة قانونية قانونية بحتة ولكن المهم فيها أن فيها توثيق دقيق الأفراد الذي يظهروا في التسجيل يظهروا بشكل يظهر بشكل واضح جدا عملية التجنيد واضح أنها تتم بطرق غير رسمية وبطرق غير قانونية هذا يساعد في تراكم في تراكم العمل القانوني والعمل الحقوقي للمستقبل لا أستطيع ان ان نجيب الان بشكل دقيق فيما يتعلق ما هو التوصيف القانوني الان لانه هو هي مساله تجنيد ومساله التجنيد يعني تتم في الحروب عاده يعني. نعم نعم البراء يعني من من جانب اخر يعني مساله اضطرار الان الميليشيا الى استخدام يعني اشخاص محسوبون على محافظه تعز للتحريض لقتل اخوتهم من ابناء المحافظه بالشكل الذي تابعناه يعني ايضا واستخدام لغه التحريض والتحشيد وايضا الفتاوى التي تم اصدارها قبل ايام وشهور والدعوه ل يعني الحشد من جميع القبائل وايضا الضغط على المواطنين في الحديده وفي غير الحديده والمحويت ويعني واجبار المواطنين على دفع غرامات وايضا وصل الى حد اعدام مواطنين رفضوا تسليم اطفالهم للتجنيد هل ترى بانه هل تقرا هذا كله في اطار استنزاف ربما تمر بها الميليشيا استنزاف كبير بات باتت امام وضع صعب جدا على الصعيد العسكري طبعا انا اعتقد اولا طبعا موضوع التجنيد الاجباري هو انتهاك واضح يعني انك تحاول ان تجند الناس بهذه الطريقه بهذه الطريقه الاجباريه لكن واضح ان ان جماعه الحوثي تمر في تمر في ازمه تجنيد ولذلك تستخدم شخصيات محسوبه على محافظه على محافظه تعز. واتمنى ان يكون هذا مؤشر واضح ان الميليشيات فعلا خسرت الكثير في في محافظه تعز وليس كما حاولوا ان يدعوا لفتره طويله ان ان عمليه التحرير وللاسف ساعدهم الكثير من الناشطين المحسوبين على 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 معسكر الشرعيه في ان مساله التحرير كانت مجرد مضي على الوقت مهزله لم يكن ذات جدوى هذا الفيديو بشكل واضح يعني مؤشر ان ان جماعه الحوثي فعلا مستنزفه داخل تعز واذا استمرت العمليه بهذا الشكل نتمنى انه يعني يتم اخراجهم من محافظه تعز في اقرب في اقرب وقت آه و... و... وبالنسبه لمساله ل... ل... التجنيد على في ال... في في المحافظات ال... في المحافظات الاخرى انا اعتقد جماعه الحوثي يعني لم لم تبقي اي وس... آه و... وسيله سواء بالترهيب او بالترغيب الا واستخدمتها مع المواطنين وهي تعود الى فكره ال... الميليش يعني جماعه الحوثي عقلياتها الميليشياويه التي آه التي تتخذها في اداره البلد هي لا ترى المواطنين الا ادوات الا مجندين الا مقتولين على حسابها من اجل آه من اجل الزعيم او السيد لا ترى انهم مواطنين يتمتعوا حتى عندما انت حتى عندما تحاول ان تجند حتى هذا المجند لديه حقوق حتى العسكريين في صفوف الجيش الجيش لديهم حقوق عليك يعني لكن العقليه التي تدير جماعه الحوثي لا تراهم كذلك تراهم فقط ارقام يتم الزج بها بالمعارك وبعد ذلك مجرد التخلص منهم يتم الزج الزج باخرين نعم بالمقابل براء كيف تقيم موقف الشرعيه والتحالف ازاء هذه الدعوات المستمره والمتكرره للحشد والتجريد والذي يسقط بطبيعه الحال امامها الكثير من الضحايا واستنزف ايضا من الجبهه الاخرى الكثير من المدنيين والمقاتلين طبعا الشرعية هو ما ما يؤخذ عليها وما يؤخذ على التحالف أنه هو ظلت فترة طويلة لا تشعر أن هناك حركة حقيقية على كل الأصعدة يتوازى مع ما يتم يتم في الميدان. فبمجرد ان تكون حركه نحن نحن نشاهد يعني كيف انه يكون في تفاعل اعلامي في تفاعل سياسي المواطنين حتى يستبشروا ان هناك فرصه لاخراجهم من هذا الجحيم الذي يعيشوه لاكثر من ثلاث من ثلاث سنوات نتمنى انه في هذه المرحله وبعد ثلاث سنوات ان تكون العمليه اللي يطلقوا عليها تحرير تعز انها فعلا عمليه نهائيه وحاسمه كلما تاخرنا كلما استنزف المدنيين كلما تاخرنا هو يوم اخر في قبضه هذه في قبضه هذه الجماعه آه وجماعه الحوثي هي تراهن ان الطرف الاخر سيستنزف آه وبالرغم من ان أنا اؤكد انا متاكد ان جماعه الحوثي تمر باصعب ظروفها ولكن هي تراهن على هذا التباطؤ التباطؤ الذي نحن نشاهده من يوم الى اخر ونتمنى ان لا نكرر الاخطاء التي تراكمت على مدى ثلاث سنوات نعم هو التباطؤ من جهة كما يرى البعض ومن جهة أخرى أيضاً غض المجتمع الدولي الطرف عن هذه الجرائم والسكوت عنها إلى الحد الذي ربما لم نسمع صوتاً مرتفعاً من قبل أي منظمة دولية يعني محترمة تتحدث عن هذا هذا النوع من الجرائم وهي جرائم واضحة ومشهودة وبشكل كبير يعني أيضاً كيف تقيم هذا الأداء وهذا الخطاب للمنظمات الدولية وسكوتها أمام هذه هذا النوع من من الجرائم المعقدة والمركبة والتي إزاءها الكثير من المدنيين بشكل يومي أنا أريد أن أوضح في هذه المسألة نقطة مهمة لأنه هذه مسألة دور المنظمات وماذا يمكن أن يعمل المجتمع الدولي هي مسألة دائما يثار فيها الكثير الكثير من الجدل. الحكومة اليمنية عندما تتخذ قرار بتحرير محافظة أو حسم المسألة عسكريا في 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 أي مكان ما هذا هو حقها القانوني وفق الدستور وفق مقررات الأمم المتحدة وفق القانون الدولي هذا حقها القانوني والدستوري لا يوجد أي طرف ولذلك عندما نرى ان هناك خطوات حاسمه من الحكومه اليمنيه نرى هذا الضغط فجاه يختفي من قبل من قبل المجتمع المجتمع الدولي في الاخير كلما كان هناك تباطؤ كلما كان هناك ركون يشعر الكثيرين ان هناك فرصه لاستغلال لاستغلال هذا التباطؤ وعدم اتضاح الرؤيه لدى التحالف ولدى ولدى الحكومه الشرعيه الحكومه الشرعيه لا تحتاج لا لقرار جديد لديها قرار اممي واضح وفق, وفق البند السابع هي بموجبه تتحرك فلذلك لا تحتاج الي اي قرار جديد لا تحتاج الي اي تقارير جديده هي لديها الحق القانوني والدستوري الكامل في, في آآ آآ انقاذ مواطنيها من جحيم هذه المليشيات نعم برا، لكن يعني هذا لا يبرر ايضا سكوت المنظمات الدوليه عن مثل هذه الجرائم، يعني نحن ربما شهدنا خطابات ودعوات كثيره دوليه حول كثير من الجرائم، ربما المنظمات الدوليه تحدثت عن الكوليرا وعن مسائل بسيطه اكثر بكثير من جرائم معقده من يعني مثل هذه الجريمه، تجنيد الاطفال والالغام، والجرائم التي اصبحت حكرا على الميليشيا، لماذا لا تذكر هذه الجرائم؟ أو لمره واحده على سبيل حتى على سبيل التلويح او التهديد لهذه الميليشيات حتى يعني ربما تعيد النظر في ادائها. طيب اذا اذا السؤال فقط هي لماذا لم تذكر ولو مره واحده لا هي ذكرت وذكرت كثير لكن انا انا ايش اسوان؟ انا اخاف ان احنا دائما عندما نضغط اين المجتمع الدولي؟ اين المجتمع الدولي؟ نحن ندفع الى تدويل القضيه. القضيه اليمنيه اعطيت الشرعيه فيها فرصه مناسبه بقرار اممي واضح بقرار من مجلس الامن وفق ضمن البند السابع الدفع اكثر باننا نريد فقط دور اكبر المنظمات الدوليه احنا بطريقه او باخرى بنطالب اين تدويل القضيه لماذا لا يتم تدويل تدويل القضيه تدويل القضيه في هذه المرحله ليس في ليس في صالح الحكومه الشرعيه وانا متاكد ليس في صالح اليمنيين وليس في صالح وليس في صالح الضحايا في كثير دول دخلت في مساله التدويل الصومال على يعني بجانبنا على اخير مثال خرجت الصومال من الازمه بعد 20 سنه هل نحن نحتاج ان نحن نعيد التجربه ونعيد العجله من جديد ام ان معنا نموذج ان لدينا فرصه لان يكون الموقف والقرار وطني ونتحرك ونتحرك على اساسه، انا اترك هذا الجواب لكل المتابعين ولكل المعنيين بالشان اليمني. نعم برأي. يعني هو الامر لا يتعلق بتدوير القضيه نتحدث عن مجرد ادانه او تنبيه او حتى مواقف رافضه يعني ك كجرائم إنسانية وجرائم ضد الإنسانية براء أشكرك في نهاية هذه الحلقة البراء شيبان باحث في مجال حقوق الإنسان كنت معنا عبر الهاتف من لندن كما أشكركم أعزائي المشاهدين لطيب المتابعة نلتقيكم في مساء يمني جديد في أمان الله